والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح الأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة لأجدع ست. هنعمل النهاردة أرانب بالكاري. أرانب طبعاً ونكون جايبينها مقطعينها ومخليينها زي الفول وتتغسل حلو. طبعاً مستكة دي مهمة جداً وعندنا جوز الطيب وعندي شوية دقيق بصل أورمة. عندي معجون كاري أهو ده هايل بنلاقيه في السوبر ماركت. وعندي مشروم ومرقة. نيجي كده. وقبل ما نعمل كده نجيب شوية فلفل على ال مش هحط ملح دلوقتي. ملح هحطه وهي بتستوي اهو. واجيب ايه؟ اجيب جلوف كده. حط شوية زيت صغيرين. اهم حاجه مع الارانب دايما بنقول ايه؟ دايما المستكه عشان بتضيع ريحه اي حاجه مش حلوه بصراحه، وبتمشي طعمها حلو كمان جدا مع الارانب. بعد ما نعمل كده نجيب ارنبتنا الصغيرين ونبتدي. انا كنت عايزه ادرجت في شويه ايه كمان دقيق عشان احنا عايزين الصوص يبقى تخين وده هيساعد. وننزل كده وننزل كده. ما بحبش عادة أسحم الحلة عشان الحاجات تاخد السخونة المظبوطة، بس إيه بقى؟ هديني بقى اغسل ايديا كده. نديله وقته، ما نحاولش نقلبه عشان لو قلبناه قبل كده هنقطع اللحم بتاعه. فادوله وقته لغايه لما يعمل الكراست اللي احنا عايزينها ونقلبه الناحيه الثانيه. لو كده عامل زي الفراخ بيبيض كده اهو. اهو فين الفوطه بتاعتي اهي. احلى حته في الارنب دايما بيبقى الوسط. الناس بتتخانق عليها دايما، الوسط ده هو اكتر حته ملحمه في الارنب اهو. شايفين اللون الرائع ده هو اللي احنا عايزينه. ده هدي حلو كده. اول بقى ما ياخد اللون الحلو ده كده اهو شايفين، نقوم كده جايين وشايلينه. خلينا نستعمل التونج احسن اهو. هايل. اهم حاجه انه ما يتقلبش كتير عشان ياخد اللون الحلو ده من كل الاتجاهات. هو كده ما استواش، احنا بس البدايه بتاعته عاملينها كده اهو. وزي ما بكلمكم دايما على الليرنج او على الطريقه اللي احنا بنطبخ بيها دايما، ان الشويه اللي تحت دول هما بقى كل البهريز الطعم. عاملين بقى بنعمل طعم فوق طعم فوق طعم، طعمه رائع. في نفس الحله نقوم نازلين بالبصل القورمه زي ما هو ياخد لون هو كمان زي الارانب. نقعد نقلب. طبعا اللون هيتاخد بسرعه جدا لان الارانب من تحت اوريدي سايبه لون جميل. خلاص كده حمرنا البصل، نشيله هو كمان كده. كل حاجه هنحمرها ونعملها كده اهو. واخد طبعا من طعم بتاع. شايفين الحله بقى الحاجات دي؟ ما تفتكروش ان دي حريقه، بالعكس دي احلى طعم ممكن تاخدوه في حياتكم. هاخد حته زبده صغيره احطها هنا وبعدين اقوم جايه بالمعجون بتاع الكاري بتاعنا نحطه هنا ونسيح المعجون الكاري مع الحاجات دي كده كلها. نقلب قلب 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 لغايه لما الريحه كلها تطلع وتبقى جميله كده. نبتدي ننزل بالمرقه. ده الصوص اللي هنعمل فيه ونرجع بقى نسوي فيه البصل. احنا البصل بس ادينا له شق ولون، نفس الحكايه زي الارنب. دلوقتي بقى هنسيبه على اقل من مهله. بس شوفوا كل بقى ما بنعمل كده هتلاقوا الحاله نفسها طلعت اللي تحتيها خلاص.
نقطعها كده خلاص، هو ده الصوص اللي احنا عايزينه. نزود ورقه تاني وكل الحاجات دي نرجعها تاني هنا اهو عشان تاخد بقى ايه وقتها في السوا كله مع بعضه. بس كده، برافو علينا. والبصلات شفتوا سهله خالص، ما فيهاش اي نوع من اي ايه حاجه خالص. وعلى قبل ما تبقى 3 ارباع سوا هنزل المشروم، هقسمه نصين وانزله. واهم حاجه شويه ايه، جوزة الطيب والملح هخليه في الاخر. انا كنت قدادي حاطه شويه فلفل في الاول، بس هرجع احط فلفل تاني. ونستنى شويه على الملح. فكل اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا حمرنا الارانب شلناها، حمرنا السمك شلناه، حطينا مكانهم حته زبده صغيره مع شويه الكاري، رجعنا الحاجات تاني مع المرقه 3 ارباع سوا. هننزل ده كده هو على طول بالمنظر ده عشان ما يبقاش مستوي قوي، ونسيبه على نار هاديه لمده تقريبا 45 دقيقه. والجدعان المره دي كيس جديد سهل الفتح لاول مره في مصر. الملكه اجدع اكله لاجدع ست.